استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم القاضي محمد ميرزا محمد أمان، حيث أدى القسم القانوني أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية، والقاضي علي عبد الله دويشان عضو المحكمة الدستورية، وذلك للسلام على جلالته. وأشاد جلالته بالدور الهام الذي تطلع به المحكمة الدستورية وأجهزتها المختلفة وما تقوم به من جهود طيبة تعزيزا وترسيخا لمبادئ القانون والدستور، متمنيا للقاضيين السداد والتوفيق في أداء مهام عملهم. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تحرص دائما على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة والارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وأن مسيرة التطوير ستتواصل في كافة قطاعات الدولة من أجل تقدم ورفعة الوطن وخير أبنائه الكرام.